ما ساعتي ماضي ساعتين نمشي نجري حاسين دافوشي كنغسل وجهي نمشي نهبط نهز القفه لحماتي حياتي فيها المواعين تعبي لي المواعين حاسيلو يمشي زوجي العزيز يجيبهم من عندها ونشوفو فطارنا نعم كان البريك انا وشنو ايه سلاطه سلاطه ايه هكا قالك سلاطه انا واحده من الناس الحقيقه بابا قبل كان قناه الحوار التونسي منح علينا عليه على المسلسلات في رمضان يمشي يصلي حاسين نحنا ناخذو كشويه كي نتفرجوا بالسرقه زعما زعما عنا حاجه كبيره راهو قبل توا وكبرنا ولينا نتفرجوا حالنا عسليمة عسليمة صح شربتكم ورمضانكم مبروك عايشة كنتي زايدة شنو رايكم في الأجواء الرمضانية اليوم؟ والله باهية تونس معبية كالعادة مسيسة في نص الأولاني فارغة في بالي خرجت قلت خلي نتفرهدوا شوية كل نلقاو حاسين دزني وندزك هانا عملنا دورة ومروحين كيفاش تعدي نهارك أنت في رمضان؟ نهاري نقوم ما ساعتين ماضي ساعتين نمشي نجري حاسين دافوشي كنغسل وجهي نمشي نهبط نهز القفة لحماتي حياتي فيها المواعين تعبي لي المواعين حاسيلو يمشي زوجي العزيز يجيبهم من عندها ونشوفو فطارنا نعم كان البريك انا وشنو ايه سلاطه سلاطه ايه هكا قالك سلاطه لو كان تحكي لنا على الفرق بين رمضان قبل ورمضان توا فما برشا حاجات تبدلت في رمضان شنو هي صعب ولحده انا من عام 2001 تسالي فعلا رمضان قبل ورمضان توا اي معلم والله قبل كنت فما قبل كنت فما بركة مثلا توترت البركة جملة خاطر العبيد تبدلوا أكيد كأي تونسية راك تفرجت على المسلسلات شنو رأيك في المسلسلات السنة؟ والله المسلسلات ماهمش في تقدم ماهمش كيما عامناه والكل عام يبدأ أتعس من اللي قبله السنة هم قاعدين يعطيو في شوية في أي تكامل المجتمع في صور صغيرة لمحات على الفساد وعلى كل شيء قاعدين يعطيو في الحاجة الخايبة يمكن يعطيو في حاجة بيا قليلة يعطيو فيها المشاهدة والنقاط السلبية اللي شفتها في المسلسلات التونسية السنة تنجم تذكرها لنا حسب رأيك أنت من وجهة نظرك والله أنا ما نجمش نقول نقاط سلبية كيما ما قاعدين العباد ينقدوا فيهم على خاطر هي حاجات قاعدة صايرة في المجتمع نتاعنا وقاعدين نشوفوا فيها كل نهار كان على برشا حاجات يعني هي عدوها الكل موجود في العالم نتاعنا في اليوميات نتاعنا كتونسي قاعدين نعيشوا فيهم مع الناس الكل فما فهمتش عليهم مستغربين هما من الحاجات اللي قاعدين يعادوا فيهم في التلفزة أنا واحدة من الناس الحقيقة بابا قبل كان قناة الحوار التونسي منح علينا عليه على المسلسلات في رمضان يمشي يصلي حاسين نحنا ناخذوا كشوية كي نتفرجوا بالسرقة زعما زعما عنا حاجة كبيرة راهو قبل توا وكبرنا ولينا نتفرجوا حالنا أنت كشابة تونسية اليوم باش تنصح الشباب التونسي؟ والله ما نجمش ننصحهم كإنسانة أنا ما نجمش ننصحهم على خاطر كشباب ما نجمش ننصحهم جوست إن شاء الله ربي يهدينا الناس الكل وكاها وإن شاء الله ربي يحنن قلوبنا على بعضنا كشعب وإن شاء الله بالحق تتحسن أمورنا وكاها ميرسي للأسف نقوم ما ساعتين ماضي ساعتين نمشي نجري حاسين دافوشي كنغسل وجهي نمشي نهبط نهز القفة لحماتي حياتي فيها المواعين تعبي لي المواعين حاسيلو يمشي زوجي العزيز يجيبهم من عندها ونشوفو فطارنا نعم كان البريك انا وشنو ايه سلاطه سلاطه ايه هكا قالك سلاطه انا واحده من الناس الحقيقه بابا قبل كان قناه الحوار التونسي منح علينا عليه على المسلسلات في رمضان يمشي يصلي حاسين نحنا ناخذو كشويه كي نتفرجوا بالسرقه زعما زعما عنا حاجه كبيره راهو قبل توا وكبرنا ولينا نتفرجوا حالنا